مين في محامين؟ حدا يخبرني، في عندي محامين هون؟ محمد، مين محامي؟ أنت بس محامي؟ طيب محمد أسألك سؤال، يمكن أنت تقدر. واحد قانون، واحد طلع حكى عن حدا بالتلفزيون، أوكي؟ الله يسعدك. بجيت أنا هلأ، هي طلعت حكت عني، أنا بقدر بكرة أنزل أرفع دعوة فيها شتم وقذف، طيب؟ بس هذا هل يلغي إنه الشخص اللي حكاه هو صدق ولا كذب؟ بليز جاوب. بليز جاوب. عملوا له بن. أوكي، هاي القضية اللي ربحتها، إنه أنا قلت استخدمت جملة بالقضاء تعتبر ضدي لأنه ذكرت اسمها، يعني كان فيني أحكي كل القصة وما أذكر اسمها مثلا، فهمتوا؟ بس عفى الله عما مضى والقصة راحت والحمد لله، الحمد لله مشي الحال. فأي قضية اللي ماسكة عم تركدي فيها؟